السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الرابع في الورشة التدريبية. فإذا نشتغل إن شاء الله تحويل الرايتنج اللي احنا بدأنا فيها في الدرس السابق، ونستكمل في جزء جديد في تحويل أو تحويل النص اللي هو 2D إلى 3D. فإذا مبدئيا تم نشتغل على إن شاء الله على بلندر والنسخة 2.8، النسخة الأحدث 2.81. حالا احنا في 3D فيو في اللاي اوت. هنذهب مباشرة نشوف السكرين كاست كيز مفعلة ام لا. فاذا نفعل السكرين كاست كيز من الايديت، نذهب الى الادونز ونشوف الكاست كيز سكرين كاست كيز. طيب اذا هنتم تسطيبها، لكن نشوف النود رانجلر. النود رانجلر احتمال نحتاجه فيما بعد. طيب حاليا احنا في الفرونت فيو، هنسمي ده ديزاين وهنضيف طيب احنا سحبنا الصورة، تم عملها امبورت في البلندر، فاذا هذه هي الصورة. طيب هنضغط، هنستخدم الصورة او هنعمل سيلكت للصورة ونضغط الت ار والت جي. فاحنا محتاجين نفعل السكرين كاست كيز اول، فتصطب الادون كالتالي. هنذهب للبريفرنسز ومن انستال هنختار في هيدر قائمة بهذا الشكل، نختار دوكيومنتس. طبعا في لاج لاننا بنسجل. و اذا العمل انستال للادون بهذا الطريقه. هنذهب الى البريفرنسز، ثم نعمل انستال ونختار الملف اللي هو الزيب فايل مباشره اللي تم تحميله. ثم طبعا في كراش فنذهب مباشره. طيب هنفتح مرة أخرى الملف، احنا مسيفناش الملف فممكن نذهب إلى، طيب هنبدأ مرة أخرى نسيف هذا الملف في ال work shops، نسمي دي وليكن writing 01. ثم أعمل سيف للملف join area. نفترض احنا عندنا في writing، كلام سليم. alt r alt j هنفعل screen cast case من الادون. طيب يبقى اذا اصبح عندنا برضو كراش للمرة الثانية. طب تمام، فتحنا ملف مرة أخرى، ف هنختار الريفرنس و Alt R Alt J اللي هو الام بي تي Alt R Alt J. مش محتاج الاوتلاينر. فإذا في الفرونت فيو هنختار الام بي تي و روتيت حوالين اكس 90 degrees. طيب مؤقتا هيكون في عندنا دي ديزاين. الامبتي هنختار من هنا سيلكشن ونلغي الاختيار على الامبتي، لكن بعد قبل ذلك هنختار الامبتي ويتحرك في الواي، ثم نلغي الاختيار بحيث انه يكون مخفي او الغاء الاختيار. فاحنا هنبدا ببلين. بفضل الله يعتبر احنا انتهينا من نص الدوره التدريبيه. في الجزء القادم هيتم تحويل اللوجو او الكتابه من 2D الى 3D. فاذا عشان نبدا مفيش شيء دايركت مباشر يحول لنا هذا النص حتى الان الى
الى 3 دي، الا اذا استخدمنا فيكتور فايل وحولنا هذا الفيكتور فايل من فيكتور فايل الى 3 دي، بحيث احنا لو عندنا SVG فايل هنستخدم امبورت و SVG اللي هو سكيلبل فيكتور جرافيكس، ويتم تحويل هذا النص من SVG الى 3D، لكن ما عندناش ال SVG لاننا مش مستخدمنا ادوبي الستريتور. لو عندنا الملف SVG كنا استخدمنا امبورت وحولنا النص مباشره الى 3D. فاذا الطريقه الأخرى أنا شايف إن الأفضل إن نلغي الستروك، لكن هنحاول أن نبدأ ببلين. هذا البلين موجود في هذا الجزء، فنستخدم الكورسر ونبدأ ببلين سكيل بوينت 1 ار اكس 90 ديجريز. هنسيف ثم نعمل سكيل اكسترود عدة طيب اولا هنعمل تريسنج للرايتنج على هذا الأساس. ممكن هذا الموضوع يطول، يكون أطول نسبيا مما سبق، لكن هذه هي الطريقة الوحيدة أننا نحول الجزء الكتابي أو النص الكتابي إلى 3D. هل في لو في خاصية نلغي أو نقلل جودة ال ممكن نختار طيب. بعد ذلك هنعمل تريسنج نكمل. هنختار الجزء بهذا الشكل وكنترول رايت كليك بحيث نعمل اكسترود كنترول رايت كليك بهذا الأساس، ثم بعد ذلك يتم تحريك النقاط. الخطوة الثانية هو حاليا هنعمل تحريك للنقاط. لو احتاجنا لوب كات ممكن نضيف لوب كات. كلام سليم، اعتقد اننا محتاجين كلام سليم. ده كده انتهينا من اول حرف. طيب نبدأ في الايديت مود، نختار ولكن هذا الجزء اكسترود
ثم يتم تحريك أو عمل تريسنج تتبع للكلمات. هو الموضوع مش صعب، لكن بيستهلك بعض الوقت. أتمنى أن يكون في سكريبت لتتبع نص بهذا الشكل. هو لو كان أدون هيكون أدون ويكون غير مجاني، لأن أحيانا كثيرة بيكون فيه لوجو 2D، وبنحتاج إن نحول هذا اللوجو 2D إلى 3D. طيب، أولا هنعمل اكسترود. ثم Alt Right Click مع Control ويتم عمل Extrude. هيبدأ بعد ذلك نتبع النص. زي ما ذكرت، لو في سكريبت لتحويل هذه الصورة إلى مجسم 3D، ده يعتبر أفضل إنجاز، لأن مكسرة اللوجو 2D اللي بنحتاج إننا نحولها إلى 3D، وننساش كل فترة إننا نسيف هذا الملف. كنترول زي ممكن نرجع إلى الخطوة السابقة. تمام، يبقى احنا كده انتهينا بفضل الله من تاني حرف. في نفس الجزئيه يعني اختاروا لكم 2 فيرتكس او 2 فيرتكس بهذا الشكل وشيفت دي. نبدأ هنا، مفيش تكرار كثير، لكن نحتاج ان نعمل اكسترود. هنختار الفيرتكس و هنختار الاثنين هدول، الاكسترود في الزي. هذا الجزء ممكن أن نختار أن نذهب إلى هنا ثم اكسترود مباشرة من هذه الجهة. بالنسبة للأحرف العربية، في عدة يعني طرق إننا نتتبع للنص، بحيث في النهاية نهدف إلى أن ما يكونش عندنا تراينجلز. طيب، احنا في عندنا الواو والواو، فاحنا ممكن نذهب إلى هذه الواو، نختار Alt Control L ثم ذاك Shift D X. وبذلك أصبح عندنا نفس الحرف. كلام سليم. الألف برضو، الألف في نفس النص، ف Control L Shift D في ال X، G في ال X. نفس برضو متكرر في الألف. تمام، هنكمل إن الحروف
أو تتبع للأحرف. طيب هنا هيبقى في فاصل من هذا الجزء، فاحنا المفترض هيبقى يكون في التتبع الأول من الجهة اليمنى لهذه الأحرف. حتى الآن ما تحدثناش عن الستروك اللي هو باللون الرمادي، هنختار هدول ونعمل اكسترود في هذه الجهة، ونختار نفس الأحرف اكسترود في الإكس على هذا الأساس، ثم تتبع كلام سليم. نختار الحرفين تتبع لباقي الأحرف على هذا الأساس. ممكن أختار آخر إدج و بي كنترول. طبعا هذه الشورت كات هي مختلفة تماما عن نسخة 2.79، لكن احنا اخترنا نسخة جديدة بحيث المعظم يستطيع أنه يتابع الدورة التدريبية. أنصحك أنك ما تستخدمش نفس الكتابة، ممكن تستخدم أي كتابة أخرى، لكن بعد هذه الدورة التدريبية إن شاء الله هيكون فيه قدرة نحول أي نص أو أي آية قرآنية إلى نص ثلاثي بعد إذن الله، ويكون النص جاهز إلى الرفع في أي منصة من منصات التواصل. وهذه هي الطريقة اللي بستخدمها دايما في التصميم. تمام. في برضو ملحوظة أنها ما تكلمناش عنها، هذا الجزء تقريبا في تتبع، لكن نلاحظ ان فينا كيرف بهذا الشكل، فنراعي ان في الكيرف ايضا، فممكن يتم تحريك. دايما الكيرف او تسمى في الموديلنج التوبولوجي، فيكون مراعاة للتوبولوجي بحيث ان فينا كيرف، ففي كيرف بهذا الشكل. كلام سليم. بعد ذلك
تمام. تقريبا احنا انتهينا من، لو رحنا للسوليديفاي تمام، ده اللي انتهينا منه في هذا الدرس. بدل ما الدرس يطول فهنتهي في هذا الجزء، نستكمل فيه درس القادم بإذن الله.